هناك معلومات للشرطة انه ابو العربية سمح بدخول السيارة هو هذا اختلال الضغط الخارجي والداخلي ادى الى تدمير تقريبا شبه كلي لمقر قناة العربية. يعني هذه هي الهوية الافتخاري. نعم هذا ربما يكون الافتخاري، هذه الهوية هي صادرة يعني أحد رفيعة المستوى. كمية المتفجرات أكثر من 200 كيلوغرام من مادة التي إن تي ومواد حديدية أخرى تم خلطها مع هذه المادة اللي تولد عصف أكبر وقوة تفجير عالية للتأثير على البناية. هناك أضرار كبيرة لحقت ببناية القناة العربية.